صور لهذه المعارك، على ما يبدو هذه الصور أيضا تأتي للحدث. طيب سيد عبد الحميد، يعني طالما أنك تتحدث عن المعارك ونحن نسمع ونشاهد هنا معك على الشاشة، هل هذه المعارك وتحركها في هذا التوقيت سواء كانت بإعاز تركي أو غير تركي، طبعا حضرتك اللي راح تقول لنا، هل هو كان مرتبط بما يجري في الجبهة الجنوبية في لبنان؟ أنا أعتقد بأن المسألة ليست مرتبطة بعلة ومعلول كما يقول أو بسبب ومسبب، إنما هي جزء من المناخ يتم استثماره من الناحية السياسية بأوراق ميدانية أو بعمليات ميدانية. الأتراك اليوم في من الطبيعي، وأيضا لا يجوز إنكار أن هذه العملية لو لم يكن هناك ضوء أخضر تركي أو لو لم يكن هناك إغماضة عين تركية عن هذا الأمر لما تم في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت، لأنه قد يصب في مصلحة تركيا اليوم أكثر من غير وقت مضى لسبب جوهري يقوم على أن تركيا ربما قرأت عاملين يصبان في مصلحتهما. العامل الأول وهو انشغال روسيا وعدم قدرتها بسبب انشغالها بأوكرانيا، عدم قدرتها على الفعل رسميا ميدانيا. والعمل الثاني ربما الترقب التركي لعودة ترامب وما يجري الحديث عن احتمال سحب قواته من الشمال أو شمال شرق سوريا، وهذا سيفيد تركيا لكي تحضر نفسها.